قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، سؤال توبيخ وتقريع، لماذا كفرتم؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، هذا سؤال تقريع، سؤال توبيخ من الله تبارك وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم، قال: ولنسألن المرسلين، سؤال المرسلين سؤال تطمين، أرسلتم إليهم فماذا فعلتم؟ كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا سؤال المرسلين، ماذا أجابكم أقوامكم؟ وهذا سؤال تطمين من الله تبارك وتعالى، بينما سؤاله للكفار سؤال تقريع وتوبيخ من الله تبارك وتعالى لهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.